السيسي وجونسون يتفقان على تكثيف جهود التوصل لحل سياسي شامل يحقق الاستقرار في ليبيا. الجيش الوطني الليبي يعلن تقدمه بخطى ثابتة باتجاه وسط العاصمة طرابلس. ومجلس النواب الأمريكي يواجه تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس إلى ترامب. الثامنة صباحا السادسة بتوقيت غرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تكثيف الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يحقق الاستقرار والأمن في ليبيا. وفي اتصال هاتفي لتهنئة جونسون بمناسبة حصول حزب المحافظين على الأغلبية في الانتخابات العامة، أشاد السيسي بالتطور الإيجابي والذي تشهده العلاقات بين مصر وبريطانيا، خاصة بعد قرار لندن باستئناف رحلات الطيران المباشرة إلى مطار شرم الشيخ. أعلن الجيش الوطني الليبي تقدمه بخطى ثابتة باتجاه منطقة الهضبة القريبة من وسط العاصمة طرابلس، مشيرا إلى سيطرة قواته على عدة مواقع جديدة بعد انسحاب الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق منها. ونشد الجيش الوطني الليبي سكان منطقة الهضبة باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الميليشيات المسلحة، حيث ستكون جميعها مستهدفة من قبل مقاتلات السلاح الجوي. هذا فيما أكد البرلمان الأوروبي أن مذكرتي تفاهم واللتين تم توقيعهما بين فايز السراج وأردوغان تخالف القانون الدولي وتنتهك قوانين البحار. وخلال جلسة البرلمان لمناقشة تداعيات الاتفاقيتين، أعلن البرلمان الأوروبي أن الاتفاق الأمني مرفوض تماما، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق الليبية لم تنل ثقة البرلمان الليبي. أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني سعد الحريري أنه لن يكون مرشحا لحكومة المقبلة، مؤكدا أن تيار المستقبل سيجتمع اليوم الخميس لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة. ومن المقرر أن تبدأ اليوم أيضا الاستشارة النيابية برعاية رئيس الجمهورية من أجل اختيار رئيس جديد للحكومة. وافق مجلس النواب الأمريكي على مساءلة الرئيس دونالد ترامب برلمانيا وإحالته إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بعد أن صوت بالأغلبية على اتهامه بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ليصبح بذلك هو ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يطلق الكونغرس بحقه إجراء رسميا لعزله. من جهته وصف ترامب إجراءات العزل والتي أجراها مجلس النواب بأنها مسيرة انتحار سياسية للديمقراطيين، متهما إياهم خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان بأنهم يحاولون عزله منذ اليوم الأول له في السلطة. نهاية الموجز، مزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.